30 جلسات مكررة مع قيادة المجلس الإسلامي العربي لمناقشة كافة الأمور فيما يتعلق في الوطن العربي والقضاء الشائكة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الأهوازية، وأيضا يعني التأكيد على تأييد الحزب لهذا المجلس اللي نتصور أنه سوف يكون يعني قوة قوية ومحور رئيسي للملمة الشيعة العرب في كافة أرجاء الوطن العربي. برأيك يعني لماذا المجلس الإسلامي، لأن احنا يعني نعرف انه خلال مجيء قبل عام رئيس المجلس نالتقى بعدة تيارات وتنظيمات أهوازية في المنفى، برأيك لماذا المجلس الإسلامي العربي يعني انتخب حزب التضامن ليكون يعني الارتباط والاتصال معه؟ في الواقع حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي له نشاطات على الساحة العربية وعلى الساحة الدولية، وحضر مؤتمرات واجتماعات مهمة في الأمم المتحدة، في جنيف، في نيويورك، وكذلك قبل عامين وجهت للحزب وأيضا أعضاء مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي أحد الأعضاء الأساسيين في هذا الائتلاف، وجهت لهم دعوة للحضور في الكونغرس الأمريكي وطرح قضايا الشعوب هناك على بعض القادة الأمريكان، وكذلك حضور حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي واتصالاته وعلاقاته التي بناها خلال هذه الفترة القصيرة مع أكثر من جهة، مع أكثر من مؤسسة على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي في المؤسسات الدولية العالمية، مثلا على مستوى الاتحاد البرلمان الأوروبي، على مستوى الأحزاب التي لها حضور ولها وجود ولها يعني قوة في البلدان الأوروبية. لقد قام حزب التضامن الديمقراطي ببناء هذه العلاقات، وأيضا كذلك حضوره الدائم واتصالاته الدائمة فيما يخص القضية العربية الأهوازية وما يعاني الشعب العربي الأهوازي من إعدامات، من اعتقالات، من تهجير، من مطاردات يومية تشهدها الساحة العربية الأهوازية. كل هذه القضايا قام بها الحزب ووصل صوت الشعب العربي الأهوازي لهذه المؤسسات، وكل هذه المهام والخطوات التي قام بها حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي على الصعيد العالمي والعربي انعكست إعلاميا. فبالتالي يعني في هناك جهات كثيرة اتصلت بالحزب أو الحزب اتصل بها، ووجدت نوع من العلاقات بين حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وبين هذه الجهات. من ضمن الجهات التي يعني تأسست علاقة وثيقة وقوية معها هو المجلس الإسلامي العربي. كيف كان التجاوب من قبل قادة المجلس الإسلامي العربي تجاه القضية الأهوازية والفكر اللي حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي متبني، وأيضا كيف كان التجاوب من قبل الإعلاميين العرب في الاجتماع؟ قطعا المجلس الإسلامي العربي يعني مهتم بكافة الشؤون العربية، وخاصة منهم يعني الفئات والشعوب المضطهدة في الوطن العربي اللي ينتمون للأمة العربية ومضطهدة في بلدانها، مثل الشعب العربي الأهوازي
وشعوب إسلامية عربية أخرى. فقضية الأهوازية تعتبر بالنسبة للمجلس الإسلامي العربي قضية استراتيجية، قضية عربية مهمة اللي يعني موضوعة على جدول سياسة والبرنامج السياسي للمجلس الإسلامي العربي. يعني مذكور بالمنافس مالهم يعني أو بالبرنامج مالهم القضية الأهوازية مذكورة بالبرنامج مالهم. نعم يعني جزء يعني ركن أساسي من نظرة هذا المجلس للقضية الأهوازية. وبالمناسبة الأمين العام لهذا المجلس اللي هو العلامة سماحة السيد محمد علي الحسيني لديه كراس يعني كتيب يعني خاص بالقضية الأهوازية ويعني متناول فيها القضية الأهوازية من جوانب عدة. وقطعا عندما يكتب هذه الشخصية الكبيرة عن الأهواز كشعب عربي مسلوب الحقوق يجب أن تعاد حقوقه ويجب أن يكون يعني قضيته العادلة يعني أن تعتبر بالنسبة للوطن العربي وللأمة العربية قضية أساسية كالقضية الفلسطينية. هكذا ينظر لها سماحة العلامة السيد الحسيني ونشر هذا الكتاب وموجود لدينا نسخ منه. فعلى كل حال ففي اهتمام، والقضية الأهوازية تعتبر بالنسبة لهم قضية جوهرية، قضية